وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية توطين وتطوير ونقل قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيول الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات AJT-1500، مما سيساهم في رفع جاهزية المنظومة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وخلق فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية من خلال الاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من نقل وتوطين قدرات إصلاح وصيانة وعمرة هذه المحركات بنهاية العام 2023.